أكيد الابتسامة هكذا تملأ النفوس رضا، وأيضا تمد جسم الإنسان بالطاقة وكثير من التفاؤل. 7:45 ساعتنا الآن صباحا، أنتم تستمعون إلى صباح الياسمين عبر أثير الأحباب إذاعة الشباب. تنظم وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعات الحرفية في مجال الصناعات الحرفية برنامج حرفتي، وهو برنامج تدريبي للطلبة. مزيد من المعلومات والتعرف على هذا البرنامج معنا الأستاذ سيف بن حارب الغافري، مدير دائرة الدراسات والدعم الفني بالمركز الوطني للتوجيه المهني. حياك الله أستاذ سيف. صباح الخير، حياك الله الأخ أحمد، يسعد صباحك ويوم موفق ومليء بالنشاط إن شاء الله. بارك الله فيك، وصباح الخير لجميع مستمعي برنامج صباح الياسمين. الله يسعدك. نتعرف على هذا البرنامج، برنامج حرفتي عفوا، وأهم أهدافه. بالنسبة لبرنامج حرفتي أخي أحمد، هو أحد البرامج التي تنفذها وزارة التربية والتعليم في مجال ريادة الأعمال، وهي برامج متنوعة تنفذها بالتعاون مع القطاعين العام والخاص. برنامج حرفتي هو برنامج تم التعاون فيه مع الهيئة العامة للصناعات الحرفية ممثلة بمركز تدريب وإنتاج الفخار والخزف بولاية بهلة. ويسعى هذا البرنامج طبعا إلى صقل مهارات أبنائنا الطلبة في الصناعات الحرفية، وخاصة فيما يتعلق بالتدريب على إنتاج وصناعة الفخار، وبالتالي تعويد هذا الطلاب على إنتاج هذه المشغولات، ومن ثم إنشاء شركات طلابية تعنى بتسويق هذه المنتجات فيما بعد. نعم، يعني يرتكز هذا البرنامج هذه المرة فقط على صناعة الفخار؟ حقيقة هو البرنامج راح يتطور، بس هي التجربة الأولى راح تكون في مركز تدريب وإنتاج الفخار بولاية بهلة. كما تعلم أخي أحمد أن الهيئة العامة للصناعات الحرفية لها أكثر من فرع منتشرة على مستوى السلطنة. صحيح. وتعنى بمختلف الحرف. نعم. وبالتالي كانت التجربة الأولى ضمن تصور طبعا تم إعداده من قبل المعنيين بالمركز الوطني للتوجيه المهني، وكذلك المعنيين في الهيئة العامة للصناعات الحرفية بالتعاون في تدريب مجموعة من الطلبة على هذه الحرف، فتم انتقاء هذه الحرفة لتكون بداية انطلاقة في محافظة الداخلية. نعم. ومن ثم بعد دراسة هذه التجربة سيتم تعميمها على مختلف محافظات السلطنة حسب الحرف الموجودة بمراكز التدريب المنتشرة التابعة للهيئة العامة للصناعات الحرفية. جميل. الفئة المستهدفة من أبنائنا الطلبة في هذه في هذا البرنامج تحديدا؟ حقيقة هي الفئة المستهدفة تم التنوع طبعا في البرامج المختلفة، هناك برامج عديدة. الفئة المستهدفة في هذه البرنامج هي طلبة صفوف من 9 إلى الصف 11. نعم. بواقع 15 طالب بداية التجربة في محافظة داخلية. نعم، إذن البداية في بهلة إن شاء الله. وهل فهم من كلامك أستاذ سيف أن هناك برنامج معد أو جدولة معدة سوف هكذا تأتي تباعا تحت مشروع برنامج حرفتي؟ في الحقيقة نعم، طبعا إعداد برنامج متنوع. هذا البرنامج بالنسبة لبرنامج حرفتي هو يشمل فئات مختلفة، تم أخذ طبعا فئة الطلبة من 9 إلى 11 وفق طبعا ميولهم ورغباتهم، وأيضا مدى اهتمامهم بهذه الحرفة. والبرنامج طبعا تم إعداده على شقين، دعني أعرج على محتويات البرنامج. طيب طيب. بالنسبة للبرنامج هذا تم إعداده وفق شقين، نظري وتطبيقي عملي. نعم. تم إعداد طبعا برنامج نظري يحتوي على تعريف الطلبة على إنشاء نشأة الفخار والخزف العماني، وعلى أنواع الطينات المتنوعة وكيفية التشكيل اليدوي، وأيضا الزخرفة باختلاف أنواعها، وأيضا محاضرات عن كيفية تجفيف وكيفية الاعتناء بالفخار والرسومات. ومن ثم تم الانتقال للجانب النظري بحيث بالجانب العملي آسف، بحيث أنه يتم تدريب الطلاب طلبة المستهدفين على صب القوالب المختلفة فيما يتعلق باستخدام الطين بنوعيه الأحمر والأبيض، وكذلك
استخدام الزخرفة اليدوية على المنتوجاتهم. نعم. بإذن الله راح يواكب هذا طبعا الانتهاء البرنامج الذي يستمر لمدة 3 أسابيع، معرض مصاحب بإنتاج الطلبة بما تم إنتاجه من أعمال ومشغولات تم إنتاجه خلال فترة التدريب. جميل، يعني مثل الورشة اللي إن شاء الله يكون لها هكذا مكان للعرض ومن ثم البيع واستفادة الطلبة. نعم أخي أحمد، والتركيز هنا في هذا الجانب أنه الطلاب يقومون فيما بعد بإنشاء شركات طلابية في مدارسهم تعنى بهذا الجانب بإنتاج الخزف والفخار. ما نختلف أو ما يختلف اثنين على أهمية صناعة الفخار وأهمية أن الطالب يكتسب مهارة تصنيعه والخبرة فيه، لكن يعني بمفهومك أخي سيف، هل فعلا بإمكان هذا الطالب في يوم ما تكون هذه المهنة التي يعتمد عليها كمصدر رزق؟ لا أدري إذا كان سؤالي واضح. صحيح واضح يا أخي أحمد. نعم. أخي أحمد، بالنسبة للتوجه الآن فيما يتعلق بتدريب الطلبة نحو أنواع الصناعات المختلفة بما فيها صناعة الفخار وصناعة السعفيات وصناعة أيضا فيما يتعلق بنحت العظام ومختلف الصناعات المختلفة، تعويد أبنائنا الطلبة والطالبات على هذه الأشياء بمعنى أنه يتيح لهم المجال في أيضا في التفكير الإبداعي في كيفية استغلال خامات البيئة المختلفة. نعم. وإنشاء أيضا مثل ما ذكرت إنشاء شركات طلابية مختلفة. نحن الآن ننظر إلى جهة ريادة الأعمال وكيفية توجيه الطلاب إلى فتح مشاريعهم المستقبلية إذا تم التعويد وتدريبهم من بداية التحاقهم بهذه الورش التدريبية، تتيح لهم المجال في التفكير في النظرة المستقبلية لمثل هذه المشاريع والبرامج. نتمنى لهم التوفيق ونتمنى النجاح لهذه الفكرة وهذا البرنامج، وإن شاء الله هكذا من مجموعة إلى أخرى تتم الاستفادة وكسب المهارة وأيضا الاستفادة في جني مردود مناسب يعين الطالب في حياته. شكرا لك الأخ سيف بن حارب الغافري، مدير دائرة الدراسات والدعم الفني بالمركز الوطني للتوجيه المهني. أخي أحمد، بعد عذرك أستسمحك، كلمة شكر وتقدير للأخوة المعنيين بالهيئة العامة للصناعات الحرفية في تعاونهم لإنجاح هذا البرنامج، والشكر موصول لأبنائنا الطلبة والطالبات الملتحقين بهذا البرنامج على مساهمتهم في المشاركة في هذا البرنامج، وشيء يثلق الصدر أثناء زيارتنا لأبنائنا الطلبة في البرنامج. نعم. من خلال المركز ما شاهدناه من نتائج الطلاب وتجاوبهم مع البرنامج شيء يثلق الصدر، وكذلك الشكر موصول للأخوة القائمين على متابعة البرنامج من المدير العام للتربية والتعليم بالداخلية وفريق البرنامج على مستوى المركز الوطني للتوجيه المهني، والشكر موصول لكم أخي أحمد على إتاحة الفرصة لتسليط الضوء على مثل هذه البرامج التي تتبناها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع القطاعين العام والخاص. واجب، الله يسعدك. شكرا أستاذ سيف، شكرا جزيلا، بارك الله فيك أخي أحمد.